ما الفرق بين الذم والسيئة؟ ولماذا نقول في الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ولا نقول اللهم اغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا ذنوبنا؟ ولماذا قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات ولم يقل يذهبن الذنوب؟ ولماذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يقل يغفر السيئات جميعا؟ تبغوا تعرفوا؟ تعالوا خلونا نعرف الإجابة بشكل مبسط وسهل. يلا يلا. الذنب هو ما تضر به نفسك ويكون في حق من حقوق الله، مثال الصلاة، الصوم، الزكاة والحج، وأي شيء بينك وبين الله هذه يغفرها ربنا عندما تستغفر وتتوب إليه، ولا ترجع للذنب مرة أخرى. وكما قال جل من قائل قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما السيئة فهي ما ترتكبه في حق أي مخلوق وتشمل كل المخلوقات، إنسان، حيوان، نبات، جماد إلى آخره، مثل الغيبة، النميمة، السرقة، الاعتداء، التلوث، وأي شيء تضر به غيرك مما يلزمك فيه رد المظلمة أو تعتذر أو أن يسامحك. ولا بد أن تعمل أعمالا صالحة، حسنات مقابل سيئات يكفرها الله عنك. يقول جل من قائل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم حقق لنا ما نريد ووفقنا، إنك أنت القادر على كل شيء. تحياتي.